السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عاداتي يعني الصباحية ان انا لما باجي يعني افتح الفيسبوك بحب ان انا اشوف لقطات كده رياضية يتناول الاعلام المصري لاي شيء متعلق بالاحداث الرياضية اللي بتتم بيه كده، يعني بتتم في اليوم اللي قبله او حاجات ما كنتش شفتها وانا نايم، يعني وجهة نظر، اي حاجة من النوع ده. يعني انا ده حرفيا مش طايق اتفرج على الاعلام المصري، مش طايق. يمكن مقاطعه عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي قناه اون سبورت لمجرد ان في بديل متوفر، والبديل ده يكون يعني ايه، يكون قناه تونسيه بتذيع مباراه فيها طرف تونسي، يعني مش هيسبحوا بحمدك، يعني هيتعاملوا مع المباراه بمنتهى القوه، هيحاولوا ان هم يمجدوا الفريق بتاعهم، هيحاولوا ان هم ينصروا الفريق بتاعهم، هيحاولوا ان هم يدافعوا عن اي شيء بيحصل مع الفريق بتاعهم، هيحاولوا يطلعوا الفريق بتاعهم افضل فنيا منك. ومع ذلك انت بتروح للقناه التونسيه وعايز تتفرج على القناه التونسيه، مش عايز تتفرج على القناه المصريه. ليه؟ لانك انت مش حاسس ان القناه المصريه اصلا طايقاك، او ان الاعلام بتاعك طايقك، او ان الاعلام بتاعك عايزك، او انه واقف جنبك. الاعلام التونسي ممكن يديك حقك اكتر من الاعلام المصري. انت متخيل احنا وصلنا لفين؟ شوف امبارح طريقه تناول المباراتين، هتلاقي مكتوب ايه؟ مكتوب الاهلي يستهل مشواره امام الاتحاد المنستيري اللي هو وصيف الدوري التونسي، بينما فريق فلامبو ده اللي هو البروندي ده اللي هو الفريق متاسس سنه 2017 ده رايحين ويكتبوا ايه؟ والزمالك في مواجهه صعبه امام فلامبو بطل بروندي. مواجهه صعبه قدام فلامبو اللي هو يا مؤاخذه اتعرق ب $50,000 ولا $30,000 علشان يلعب الماتشين هنا. عادي جدا اتعرق حرفيا ب $30,000 عشان يجي يلعب الماتشين هنا. وعادي مفيش اي مشكله، ايه المشكله يعني؟ والزمالك طبعا يعني لما يدفع مبلغ زي ده عشان يعمل حاجه زي دي، يعني والله في حد ذاته ده اسمه فساد، فساد. واحد هيقول لي طب ما المريخ عمل معاكوا كده، المريخ كان عنده ظروف. المريخ كان عنده ظروف وانت ما دفعتش مبلغ فلوس المريخ. احنا ما دفعناش اموال المريخ علشان يلعب هنا السنه اللي فاتت، والمريخ في اخر لحظه كان يقدر يطلع بالمباراه بره وكان في ازمه في القصه دي، لكن المريخ كان قد كلمته ولعب معانا الماتشين هنا. لكن بغض النظر يعني شوف تعامل الاعلام التونسي معاك وتعامل الاعلام المصري معاك، منتهى احترام هنا ومنتهى يعني مش عارف اقول ايه. طريقه الكلام على برونو سافيو من اول يوم جه، هيتوقف يوم 28؟ لا مش هيتوقف يوم 28. ونجيب واحد ملوش لازمه نقول عليه ان هو رئيس لجنه الحكام وهو مش رئيس لجنه الحكام، ونقدمه للناس ان هو رئيس لجنه الحكام وهو مش رئيس لجنه الحكام ولا ليه علاقه بالحكام الا ان هو رئيس رابطه الحكام مش رئيس لجنه الحكام، لكن نقدمه للناس كده ونجيبه وهو بيقول انه هيتوقف 6 شهور. امبارح برونو سافيو بحمد الله سبحانه وتعالى وحده لعب. رضا عبد العال امبارح وصل التريقه على لعيبه الاهلي، وصل التريقه ومحمد فاروق شغال معاه. محمد فاروق انا نفسي افهم محمد انت ايه مشكلتك مع الاهلي؟ مش فاهم والله. يعني انا محتار والله العظيم. محمد فاروق ما عندوش مشكله مع اداره الاهلي حاليا. ولما جم عملوا مباراه استعراضيه للاحتفال باستاد الاهلي والسلام جابوا محمد فاروق. انا مش قادر افهم مال محمد فاروق. عندك ايه يا محمد فاروق ضد الاهلي؟ حاجه غريبه، حاجه غريبه. يا جماعه الاعلام بتاعنا مش هيتغير، دورنا احنا ان احنا نتغير. الاعلام بيتعامل مع اي رياضه متفوق فيها الزمالك بيهتم بيها، ولو كان الزمالك بيلعب بيه مسافات طويله. شوفوا اليد لما الزمالك خسر بطولتين، بصوا تحسوا ان الاعلام بدا يكش شويه، مش بيتكلم. طب الاهلي اللي مكسر الدنيا في السلف، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، ربنا يتم على خير يا رب وياخدوا البطوله العربيه، حد حاسس؟ طب حد حاسس بفرقه الطايره السنه الموسم ده لما خدت بطوله افريقيا من الترجي؟ حد حاسس؟ يعني مش عارف، انا مش فاهم انا ايه في ايه؟ ليه الاهلي بقى بيتم تعامله يعني او التعامل معاه لانه مش نادي مصري؟ حاجه تقرف، انا شخصيا قرفت من الاعلام بتاعنا. وبجد الحاجه الوحيده اللي مضايقاني ان مفيش بديل غير قناه اون سبورت. ان شاء الله ربنا يريحنا منها عن قريب باذن الله. تختفي خالص هي بمذيعينها بكل اللي فيها. خلينا نرتاح. سلام عليكم.